حقيقة أنا عايزة أحيي الدكتور البرادعي واهتمامه ومبادرته بأداعه في الفلاحين للقاءه، لأن دي مبادرة بتعكس اهتمام الدكتور بقطاع واسع من قطاع المجتمع المصري، أو نكاد نقول إن هو الأغلبية للمجتمع المصري. أولاً أعبر عن سعادتي إن أكون معاكم النهارده مع إخواتي وأهلي الفلاحين عشان سببين. واحد، إن الثورة أساساً قامت مش بس عشان الحرية إنما عشان العدالة، والحرية جزء وسيلة إن إحنا نوصل. الجلسة دي مناقشة نطلع احنا باتفاق ايه اصداقياتنا وايه اللي ممكن بعد كده نصيغه كخطة للنهضة الزراعية في مصر. لابد ان احنا نبحث المشاكل بتاعت ازاي كل واحد مصري يبقى امتى وباسرع وقت عنده حق وفرصة انه يعيش حياة حرة كريم. هيكون حرة كريمة يعني ايه؟ يعني عنده مسكن، يعني عنده تأمين اجتماعي اللي ما فيش حد فيه عنده تأمين اجتماعي، ان يكون عنده علاج. عندنا كل مشاكل الدنيا موجودة في الزراعة، من الأسمنت، من السماد، الكمام الزيادة ومش عدم القدرة على التسقيف، المية، الحروب، احنا بنتكلم النهارده عن السياسات التي تم تفعيلها في ظل النظام السابق اللي ادت الى اهدار هذا القطاع، سواء على المستوى او الانتاجي او المستوى الادمي. الشعب المصري وكل المصالح الحكوميه والوزارات بتتظلم بهذا الظل التامين الصحي، ولكن الفلاح الوحيد المحروم من هذا الحق برغم ان هو عرضت عليه امراض نتيجه للمبيدات التي دخلت البلد تسببت في امراض السرطان والفشل الكلوي والكبدي، وكان اول من تقابل مع هذه وتعامل مع هذه المبيدات والتسبب من امراضه والفلاح المصري وهو غير قادر على ان يقوم ب طبعا البرنامج بتاعنا بنقول اول حاجه بنقضي على الفساد في التعاونيات. طبعا تطهير القطاع الزراعي من اول راس فيه لغايه مدير عام على مستوى القطاعات في مصر بالكامل، ان هي اللي رجعت مصر كتير لورا. يا ريت عمال ما يجي ان شاء الله نظام مدني ويكون في برلمان ويكون في ميزانيه ويكون في اسبقيات للشعب، يكون عندنا خطه جاهزه بما فيها التشريعات. انا عارف الحاجات اللي بتقول التشريعات محتاجين تشريعات، التعاونيات لابد يكون احنا جاهزين عشان ما نضيعش وقت.